لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعنوان حديثنا اليوم هو اقترب شهر البركات، نريد من ذلك الترغيب في الاستعداد لشهر رمضان، وذلك من خلال حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث وحده على خمس بركات من بركات وخيرات هذا الشهر الكريم، وهذا الحديث هو الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث وحده اشتمل على خمس بركات وخيرات عظيمة من بركات وخيرات هذا الشهر الفضيل، نقف مع كل واحدة من هذه البركات بشيء من التأمل والتدبر. فأما أول هذه البركات فهي التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل عليكم صيامه. فإن من نعمة الله عز وجل علينا ومن بركة هذا الشهر أن فرض الله عز وجل علينا الصيام فيه، بل من نعمة الله عز وجل أن شرع لنا هذه العبادة، أي عبادة الصيام. فإن هذه العبادة الجليلة التي في ظاهرها الجوع والعطش والمشقة، وفي حقيقتها الخير والتقوى. نعم، فإنها في ظاهرها مشقة، الإنسان يجد في الصيام تعبا من الجوع والعطش، ولكن حقيقة هذا الصيام تذهب ذلك كله، فإن حقيقة الصيام تجلب التقوى، أي أن هذه العبادة العظيمة ما شرعت إلا لأجل إصلاحك ولخيرك، فهي العبادة التي تجلب عليك هذا الخلق العظيم وهذا الوصف الكريم التقوى، أن تكون تقيا. فالصيام غايته التقوى، كما قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقون. فالله عز وجل شرع هذه العبادة لأجل أن نحصل ونتحصل على التقوى، ولذلك هذه العبادة الجليلة لا عجب أننا نجد أن الآيات التي تتحدث عن الصيام تبدأ بالتنبيه على التقوى وتنتهي كذلك بالتنبيه على التقوى. الله عز وجل بدأها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وانتهت الآيات في آخرها بعد ذكر الأحكام بنفس التنبيه، فقال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه العبادة نعمة وبركة من الله عز وجل علينا، يحصل بها للعبد الخير الكثير والمنافع العظيمة في الدنيا والآخرة. وليس المقام يسع لأن نتكلم عن فضائل الصيام كلها، لكن في نبذة يسيرة. فأما الدنيا فإن الصيام يجلب على العبد حسن الخلق والتربية الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، فالصيام تربية
تهذيب وتحسين للأخلاق. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ليس الصيام لمجرد الامتناع عن الأكل والشرب، الصيام إنما شرع لأجل التربية والتهذيب. فأي نعمة هذه؟ وأي نعمة أعظم من هذه النعمة التي بها يتحصل الإنسان على هذه الأخلاق الكريمة؟ وأما في الآخرة فإن الله عز وجل جعل للصائمين الأجر العظيم، والأدلة على ذلك كثيرة. نذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوه أغلق ولا يدخله أحد غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصائم له يوم القيامة باب مخصوص في الجنة، فأي فضل هذا من وراء هذه البركة وهذه العبادة العظيمة؟ بل إن هذه العبادة العظيمة من العبادات التي لا مثيل لها، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أمامة رضي الله عنه يحكي لنا الخبر الذي جاء فيه هذا القول. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواً، قال: فجئته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي بالشهادة. قال: فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواً آخر، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزواً ثالثاً، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيتك مرتين قبل مرتي هذه، أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فادعو الله لي بالشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال الصحابي رضي الله عنه: فخرجنا فسلمنا وغنمنا. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. أدرك الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأمره، وأن هذا الرجل من أصحابك لن يموت في المعارك ولن يموت قتيلا في المعارك. فأدرك هذا الصحابي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسأله الشهادة أن يدعو الله له بها فيقول: اللهم سلمه مؤمن. فأدرك هذا، لكنه رضي الله عنه هو الحريص على أن ينال الجنة وأن يكون من أهل الجنة، فقد كان يسأل الشهادة لأجل أن الشهادة طريق إلى الجنة. وعند ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. وكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أوحي إليك بأني لن أموت قتيلا في سبيل الله، فدلني على عمل أنال به الجنة، أنا أريد الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. قال الراوي: فما رؤي أبو أمامة إلا صائما، وما رأينا في بيته دخان طبيخ إلا إذا نزل به زائر أو ضيف، أي بالنهار، أي ما كان في بيته طبيخ يطبخون بالنهار إلا إذا نزل به ضيف أو زائر. فكان هو وأهله
وخدمه يصومون على الدوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإن الصيام لا مثيل له. وبالجملة عباد الله، هذه العبادة من أعظم أسباب نيل الجنة، لا سيما لو مات الإنسان صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام ليلة بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فأي بركة أعظم من هذه البركة، وأي فضل أعظم من هذا الفضل. ولذلك هذه بركة من بركات هذا الشهر العظيم، أنك تصومه فرضا فتنال كل هذه الفوائد وكل هذه المنافع في الدنيا والآخرة وغيرها ما لم نذكره. وأما البركة الثانية عباد الله، فهي المتمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب السماء، أي في هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء، وفي الروايات الأخرى تفتح فيه أبواب الجنة. فبان من ذلك أن الله عز وجل في هذا الشهر يفتح أبواب جنته ويفتح أبواب سماواته، وهذا في حق السماوات كناية عن كثرة الرحمات النازلة في هذا الشهر، وفي تفتيح أبواب الجنان، وهو تفتيح حقيقي على الصحيح من كلام العلماء أن الجنة تفتح حقيقة. فإن الله عز وجل يفتح أبوابها في رمضان، وهذه نعمة عظيمة وبركة كريمة، إذ أن الجنة لا تفتح إلا يوم القيامة، فإن الجنة مغلقة يزينها الله عز وجل كل يوم، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يصيروا إليك. ولا تفتح الجنة إلا يوم القيامة بعد شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يشفع لتفتح الجنة لأهل الجنة، عند ذلك تفتح الجنة. ولذلك هنا تدرك أيها المسلم هذا الفضل وهذه البركة، هذه الجنة التي لا تفتح إلا يوم القيامة تفتح في هذا الشهر، هذه الجنة التي لا تفتح إلا يوم القيامة تفتح بعد أيام، تفتح في هذا الشهر. هذه الجنة عباد الله التي هي دار السلام، دار النعيم، دار الأفراح، دار الراحة، دار البعد عن الشقاء، دار الراحة من الدنيا التي امتلأت بالتعب والمشقة والظلم والفقر والمرض والحزن وغير ذلك. أما دار الجنة فهي الدار التي خلت من كل ذلك، فهي دار النعيم والراحة، دار الأفراح، والتي قال الله عز وجل فيها في كتابه ما يدل على ذلك في مواضع كثيرة، ومن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في هذه الدار وفي أهلها ونعيمهم. قال الله عز وجل: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون فيها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذه بعض الخيرات وهذه بعض الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أهل الجنة ويريحهم من عناء الدنيا وتعبها ومشقتها وما عانوا فيها بما كانوا يعملون. هذه الجنة عباد الله تفتح في رمضان. هذه الجنة التي لا تفتح إلا يوم القيامة ستفتح بإذن الله بعد أيام، كناية عن الرحمة الكثيرة وترغيبا من الله عز وجل لعباده في الإحسان في رمضان والإكثار من العمل والإكثار من الطاعة في هذا الشهر الفضيل. الجنة عباد الله التي يشتاق إليها المخلصون، الجنة عباد الله التي تشغل عقول وقلوب وهموم المخلصون. هذا سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، هو وأبوه يوم أحد يريدان الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، كل يريد أن يخرج ولا يصلح أن يخرج إلا واحد منهم، إذ أن لهم من الذرية من البنات والنساء والذرار والصغار ونحو ذلك ما يحتاجون معه أن يبقى رجل منهم لرعاية هؤلاء. فيقول سعد: أخرج أنا يا أبي؟ ويقول خيثمة: أخرج أنا يا ولدي، إني أطمع في الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فيريد كل منهما أن يخرج، وما الحل عند ذلك عباد الله؟ يقترعان لأجل أن يخرج أحدهما. فلما خرجت القرعة خرجت على سعد الولد، فقال أبوه: يا بني آثرني بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أرغب أن أموت شهيدا. فيقول سعد: يا أبتي، لو كان غير الجنة لآثرتك بها، لو كان غير الجنة لآثرتك بها. الجنة عباد الله التي تفتح بعد أيام بإذن الله، التي اشتاق إليها الصالحون حتى وجدوا ريحها وهم على ظهر الأرض من عظيم يقينهم بها وانشغالهم بأمرها. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد، لما حدثت الثغرة في أثناء المعركة وصارت الغلبة للمشركين وحصلت الهزيمة في صفوف المسلمين، ففر بعض الناس وخعد بعضهم، فإذا بأنس بن النضر الشاب الذي يشتاق إلى الجنة، إذا به يحمل سيفه وينطلق في صفوف المشركين يهد فيها هدا. فلما رآه سعد رضي الله عنه منطلقا إلى صفوف المشركين في هذه اللحظة الحرجة التي الغلبة فيها للمشركين والذي سينخرط في صفوفهم مقتول ولا بد، فيقول سعد: فقلت: يا أنس، إلى أين والساعة حرجة؟ قال: فقال: والله يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فانطلق رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنه المشتاق إلى الجنة، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم أحد، فيقوم عمرو بن الجموح يتجهز للخروج معه، فيقوم إليه أولاده الشباب فيقولون: يا أبتاه، إنا قد كفيناك وقد عذرك الله عز وجل. وكان رضي الله عنه أعرجا، ولقد عفى الله عز وجل عن الأعرج، فقال: فليس على الأعرج حرج. فقالوا: يا أبتاه، قد كفيناك وإنه لا حرج عليك وقد عذرك الله. فيقول عمرو بن الجموح رضي الله عنه لأولاده: تريدون أن تمنعونني من الجنة؟
والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. وخرج رضي الله عنه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقتل رضي الله عنه ونال ما كان يرجو. الجنة عباد الله، تلك الجنة التي اشتاق إليها الصالحون، تلك الجنة دار النعيم والراحة والسلام، تفتح بعد أيام بإذن الله ترغيبا للعمل الصالح. فالله عز وجل يراغب عباده في الإكثار من الصالحات. وأما البركة الثالثة عباد الله من هذه البركات التي ساقها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهي التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم وتغلق فيه أبواب الجحيم. نعمة عظيمة عباد الله، تغلق أبواب النار في رمضان، هذه النار المفتحة طوال العام، فإن النار والعياذ بالله تسجر كل يوم زيادة في العذاب والعقاب لأهلها. هذه النار والعياذ بالله مفتحة حتى يرى العاصون أثرها يوم القيامة من بعد، هذه النار مفتحة حتى أننا رأى أثرها في الحر الشديد وفي البرد الشديد، هذه النار مفتحة طوال العام لا تغلق إلا في شهر رمضان بعد أيام قلائل. يغلق الله عز وجل هذه النار عنا بعد أيام قلائل، يرغبنا الله عز وجل في الإكثار من العمل وحسن العمل. قد أغلقت عنكم عذابي وعقابي فاعملوا. هذه النار عباد الله التي تنسي كل نعيم في الدنيا إذا كان صاحبه على معصية الله عز وجل. فمهما تنعم الناس في الدنيا وكانوا على معصية الله عز وجل، فإنهم إذا رأوا النار ينسيهم ذلك النعيم أو تنسيهم ذلك النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار والعياذ بالله، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ما مر بي نعيم قط. انظر، كل النعيم الذي كان فيه في الدنيا لكنه كان على معصية الله، مجرد أن يرى النار ينسى هذا النعيم. النار والعياذ بالله التي يغلقها الله عنا بعد أيام قليلة دار الندامة، دار الحسرة، دار الويل والثبور، فأهلها فيها والعياذ بالله في حسرة وندامة على ما فعلوا في الدنيا وقصروا في عبادة الله عز وجل. حالهم في الدنيا ليس لهم إلا الحسرة والعياذ بالله في الآخرة بسببه، حالهم في الدنيا ليس لهم إلا الندامة والعياذ بالله بسببه. ولقد ذكر الله عز وجل علينا من أحوال أهل النار الكثير في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل علينا من أحوال حسرتهم وندمهم وتألمهم على ما فعلوا، وكيف أنهم يودون الرجوع للدنيا لأجل أن يصلحوا أعمالهم وأن يبدلوا هذه الأعمال، ولكن لا مناص، قد انتهى زمن العمل. ومن ذلك يقول الله عز وجل في شأنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويقول الله عز وجل في حقهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلم.
وحكى الله عز وجل لنا عذابهم وصراخهم وعويلهم في النار ندما. قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حتى أنهم يتمنون الموت في هذه النار، يتمنون الموت، يظنون راحة من العذاب، فيقال لهم: لا موت، إنكم في النار ماكثون في العذاب أبدا. فينادون: يا مالك، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى، ونادوا يا مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون لا تخرجون من هذا العذاب، هو عليكم دائم ولا تموتون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حق أهل النار: إن أهل النار لا يبكون حتى إذا جرت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. والعياذ بالله، هذه الدار والعياذ بالله دار الجحيم والعذاب والويل والألم والحسرة والندم. هذه الدار أعاذنا الله وإياكم منها، يغلقها الله عز وجل عنا بعد أيام، ترغيبا لنا في العمل وإشارة إلى تجنبوا عذابي، تجنبوا عقابي، احسنوا، اكثروا من العمل الصالح، فقد فتحت لكم أبواب جنتي وأغلقت عنكم أبواب ناري وعذابي وعقابي. أما البركة الرابعة عباد الله من بركات هذا الشهر الفضيل، والتي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: وتغل فيه مردة الشياطين، وفي الروايات الأخرى: وتصفد فيه الشياطين، وفي الروايات الأخرى: وتقيد فيه الشياطين. فأي نعمة عباد الله أعظم من هذه النعم؟ إنها نعمة عظيمة، نعمة حبس من اشتدت عداوته لنا، وزاد مكره وكيده لنا، من اشتدت عداوته لنا من الأبد، من يوم أن رأى أبانا، من اشتدت عداوته وكان سببا في خروجنا من الجنة بإخراج الأبوين، إذ كذب عليهما ووسوس لهما لأجل إخراجهما من الجنة. قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، عن هذه الشجرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين. كذاب، حلف للوالدين أنه ناصح لهما فدلاهما بغرور، فكان السبب في خروجنا من الجنة ونزولنا إلى الأرض حيث التعب والمشقة. حبس من له العداوة العظيمة معنا حتى بعد نزولنا الأرض نعمة عظيمة، يحبس الله عز وجل عنا عدونا الأعظم وذريته الذين ليس لهم إلا العداء لنا، وليس لهم إلا إفساد حياتنا من كل وجه. فهو قد أخذ على نفسه وذريته، أخذوا على أنفسهم أن يضلونا وأن يفسدوا علينا كل شيء، لا يترك شيئا إلا تدخلوا فيه، لا يتركون شيئا إلا ويشاركوننا فيه، يشاركون الشيطان في أموالنا، في أولادنا، في أزواجنا، في عباداتنا، في جيراننا، في إخواننا، يشاركنا في كل شيء، يريد أن يفسد علينا كل شيء. غرضه الأعظم التكفير، غرضه الأعظم أن يخرجنا عن عبادة الله عز وجل. وإن أيس من ذلك انتقل بنا إلى ما هو غيره من الشر، فإن أيس من أن نكفر بالله عز وجل نقلنا إلى البدعة، وإن أيس من البدعة نقلنا إلى المعصية، وإن أيس من المعصية نقلنا إلى المفضول تركا للفاضل، وإن أيس من ذلك كله سلط علينا
المخلوقات بالأذى، وهذه التي لم يسلم منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعمة عظيمة عباد الله أن يحبس من ليس له شغل إلا إفساد حياتنا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سأضلهم وسأجعلهم يغفرون بك وسأجعلهم يعصونك. وانظروا إلى أثره في الدنيا تجدون ذلك واضحا جليا. أكثر أهل الأرض كفار والعياذ بالله. كل ذلك بإضلال هذا الشيطان وذريته. فنعمة عظيمة عباد الله أن يحبس الله عز وجل عنا هذا الذي ليس له إلا الكيد والمكر والعداوة لنا. وهنا ربما يقول قائل: كيف قد حبست الشياطين ونرى ما نرى من الشرور والمعاصي والكفر أحيانا في رمضان من بعض الناس والعياذ بالله؟ والجواب عباد الله أن الذين يحبسونهم مرضة الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا، قال: وتغل فيه مرضة الشياطين، أي الكبار القادة، إبليس في مقدمتهم يحبس، ويحبس القادة الذين من وراء إبليس، ولا يبقى إلا الذرائع صغار الشياطين، هؤلاء الذين يتسلطون على ضعاف النفوس والإيمان في رمضان، فيفسدون عليهم حياتهم ودينهم وعباداتهم، سواء بالأفلام والمسلسلات أو بسائر المعاصي الأخرى، فيفسدون عليهم حياتهم وصيامهم ودينهم، نسأل الله العفو والعافية. وأما البركة الأخيرة والخامسة عباد الله التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هي المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إن لله عز وجل في هذا الشهر نعمة عظيمة وبركة كبيرة، هي ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة العبادة فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف شهر. إن أنت تعبدت لله في هذه الليلة، قمت لله عز وجل في هذه الليلة، تعدل عبادة عمرك كله، لا بل والله تعدل عبادة عمرين ربما من عمرك، فإنها تعدل 83 سنة من العبادة. وكم منا عبد الله عز وجل 83 سنة. إنها ليلة عظيمة كريمة، ليلة المغفرة والغفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها ليلة السكينة والسلام والسلامة، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام لا ينزل فيها داء عام على الأرض، سلام للمؤمنين المخلصين لا يخلص إليهم الشيطان بشيء في هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها استعدادا عظيما، حتى أنه شرع لها صلوات الله وسلامه عليه سنة عظيمة، وهي سنة الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه في المسجد تعبدا لله عز وجل 10 أيام وليالي الأخيرة من رمضان، ويقول: التمسوها في 10 الأواخر من رمضان، أي رجاء ليلة القدر. فكان يستعد لها ويتجهز لها 10 أيام ولياليها من ما يسبقها أو يلحقها. وكان السلف رضوان الله عليهم يولونها اهتماما عظيما، ويزيدون من الاهتمام في هذه الليلة بعبادتهم حتى في مظاهرهم.
فكانوا يلبسون في هذه الليلة أحسن الثياب، ويطيبون المساجد، ويوقظون الأولاد والصغار والكبار لهذه الليلة العظيمة. بركات كثيرة عباد الله في هذا الشهر الفضيل، موسم الطاعة العظيم الذي يقبل علينا بعد أيام. فهل أدركت أخي المسلم نعمة هذا الشهر؟ وهل أنت أيها المسلم أدركت حسن الاستعداد ووجوب حسن الاستعداد لهذا الشهر؟ فإن لم تكن قد فعلت فلا تؤجل، وقم الآن واستعد لشهر رمضان، وإياك أن تكون كالكسال والمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر أن يدخل عليك رمضان وليس لك فيه استعداد وترتيب في العبادة والطاعة، لا في الأكل والشرب والسهر، إنما للعبادة والطاعة وحسن العمل في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.